للمزيد ينضم إلينا من القاهرة دكتور أشرف العشري مدير تحرير الأهرام المصرية. دكتور أشرف أهلا وسهلا بك معنا. يستمر التصعيد، يستمر العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها لليوم الثاني على التوالي، ما هي قراءتك الآن للمشهد؟ مساء الخير لحضرتك. أعتقد أن ما يحدث حاليا في جنين اليوم الثاني على التوالي هو جزء من حرب شاملة تقوم بها إسرائيل وحكومة نتنياهو الائتلافية اليمينية المتطرفة باتجاه الشعب الفلسطيني. وأعتقد أن استمرار العملية اليوم الثاني وزيارة نتنياهو وزير دفاعه عصر اليوم إلى منطقة مخيم جنين وغرفة العمليات الخاصة بالجيش الإسرائيلي يؤكد أن هناك رغبة إسرائيلية في استمرار هذه العملية لإسقاط أكبر عدد من الضحايا الفلسطينيين بحجة مطاردة وملاحقة المقاومين والمطلوبين للجيش الإسرائيلي. وأعتقد أن ما حدث يتجاوز كل القوانين والشرائع الدولية ويصب في خانة أن هناك قبول وتغاضي وتنازلات من نتنياهو للمتطرفين في حكومته كأمثال سموريتش وأيضا بالغفير وغيرهم الذين يمارسون ضغوط على نتنياهو من أجل استمرار هذه العملية لإحداث تطهير العرقي للشعب الفلسطيني في مخيم جنين. وهذا الأمر شبيه بما حدث عام 2002 في عهد شارون عندما استمرت معارك في مخيم جنين، نفس المنطقة ونفس المخيم على مدار 3 أسابيع، وأدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الفلسطينيين في ذلك الوقت، وأيضا قتل 23 جنديا من قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا المشهد اليوم يتكرر، لكن نتنياهو يعيد استخدام الطائرات العسكرية لأول مرة بعد 21 يوما فيما يتعلق بعمليات القصف على مناطق جنين مخيم جنين. وهذا يؤكد الرغبة الدفينة لدى هذه الحكومة والتخطيط منذ عدة أسابيع وأشهر للقيام بتلك العملية لهروب تغطية نتنياهو على كثير من المساوئ وأيضا الملاحقات التي تطرد حكومته في ضوء نزعة وغضبة الشعب الإسرائيلي وتظاهرات. قبل أن ننتقل دكتور أشرف إلى الحديث عن ما يحدث داخل إسرائيل وما يريده الإسرائيليون، يعني هذه هي العملية التي تشبه ما حدث في عام 2002. كانت تريد إسرائيل في عام 2002 أن تقضي على المقاومة وتقضي على المقاومين في جنين، ولم يحدث هذا الأمر. ظلت جنين هي رمز للمقاومة الفلسطينية، ولم تستطع أبدا إسرائيل أن تقضي على هذه الفكرة، وتؤكد المقاومة يوما بعد الآخر أنها باقية. فما الذي تريده إسرائيل الآن وما الذي تسعى إلى تحقيقه؟ هي نفس تكرار المحاولة اليائسة التعيسة من قبل حكومة نتنياهو وتكرار مشهد ما حدث مع شارون عام 2002. بالتالي هو يريد أن يكون هناك القبض على أو القضاء على المطلوبين والمقاومين بحجة أن هناك بالفعل تحولات في جنين إلى بؤرة للتوتر داخل إسرائيل. وهذا الأمر يمثل قمة الفشل للتآكل وتراجع قوة الردع الإسرائيلي في عهد نتنياهو خلال 6 أشهر أو 7 أشهر الماضية. هناك اعتراف في الداخل الإسرائيلي أن قوة الردع الإسرائيلي تأكلت وتراجعت وأن هناك تطور نوعي في عمليات المقاومة الفلسطينية، وبالتالي ستستمر هذه المقاومة. ما حدث اليوم في تل أبيب من عمليات دهس وإصابة 10 منهم 3 في حالة خطيرة يؤكد أن محاولات نتنياهو واليمين المتطرف للقضاء على المقاومة سواء في جنين أو في نابلس أو في أي مكان داخل الضفة الغربية لن تنجح، وأن هناك بالفعل طالما هناك احتلال إسرائيلي ستظل المقاومة قائمة ومعضاها حق وراء مطالب. ومن أجل هذا الغرض نتنياهو يريد أن يحرص عملية خداع للداخل الإسرائيلي بأنه يريد مقاومة المقاومة والقضاء عليها، لكنه سيفشل مثلما فشل شارون وأيضا فشل أولمرت وبنيامين نتنياهو وغيرهم من أيضا الشخصيات الإسرائيلية أو القادة الإسرائيلية على مدار أكثر من 30 عاما. نتنياهو يقوم وبنيامين نتنياهو يريد يعيد تكرار تجربة الفشل لكل زعماء إسرائيل السابقين الذين فشلوا فشلا ذريعا في القضاء على المقاومة الفلسطينية سواء في قطاع غزة فانسحبوا منذ 20 عام. تحدثت منذ قليل دكتور أشرف عن عملية الدهس التي حدثت في تل أبيب واستشهاد منفذ هذه العملية، بما تنذر هذه العملية خصوصا أن المقاومة تؤكد أنها ماضية في مثل هذا النوع من العمليات خصوصا مع ما يحدث من تصعيد في جنين؟ رسالة واضحة للجانب الإسرائيلي أن القادم أسوأ للجانب الإسرائيلي، وأنه مع ما استخدمت أعمال القوة والقمع والتنكيل والملاحقات واستخدام الطيران في عمليات القصف الجوي على الفلسطينيين في رام الله أو في غزة ستظل القائمة قوية، المقاومة قوية، ولديها من الابتداع وابتكار المحاولات المقاومة الناجحة داخل المستوطنات وداخل تل أبيب والقدس وكل منطقة داخل إسرائيل أن هناك رغبة كبيرة من قبل المقاومة والفصائل الفلسطينية في توسيع رقعة المقاومة والمواجهة مع الجانب الإسرائيلي.